جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز رفع البصر عند الدعاء؟ لم يرد في هذا الشيء، وإنما الذي ورد رفع اليدين، الذي ورد رفع اليدين، وأما البصر فلا أعلم شيئا في مشروعية رفع، بل قد يكون محرما إذا كان الإنسان في الصلاة. إذا كان يدعو وهو في الصلاة فإنه يحرم رفع بصره إلى السماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتغليظه في ذلك. قال: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لا ترجع إليهم، أو قال: لتقطفن أبصارهم. في الصلاة لا يجوز رفع البصر إلى السماء، وأما في خارج الصلاة إذا دعا فلا أعلم مشروعية ذلك، وإنما المشروع رفع اليدين. نعم.